مساء سعيدا أعزائي المشاهدين، ندعوكم لمتابعة صفحات جريدة هذا المساء. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير وإلى حضراتكم موجزا بالأنباء. تلقى السيد الرئيس القائد صدام حسين برقية شكر من السيد ليونيد كوتشما رئيس جمهورية أوكرانيا جوابا على برقية التهنئة التي بعث بها سيادته إليه لمناسبة انتخابه رئيسا لأوكرانيا. شجب السيد انجيلو بيدو نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السوداني جريمة الحصار الجائر ضد شعب العراق. واستشهد مواطن فلسطيني من بلدة حلحول بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي. أكد الرئيس الهايتي المؤقت إيميل جوناسان تصميمه على مواجهة النهج المعادي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد بلاده. وفي غضون ذلك هدد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مجددا بالإطاحة بالحكومة الهايتية بالقوة في الوقت الذي ألقت المقاتلات الأمريكية ملايين المنشورات على هايتي واقتربت حاملتا طائرات أمريكيتان من سواحلها. دعا البيان الختامي الذي أبرمه البوسنيون والكروات أمس في زغرب حول البدء بإقامة الاتحاد الكرواتي في البوسنة والهرسك، دعا إلى الاسراع في إنشاء مؤسسات مشتركة وعودة جميع اللاجئين والمهاجرين إلى ديارهم. أعلنت كوبا أنها تمكنت من وقف هجرة الكوبيين إلى الولايات المتحدة وأنه لم تغادر شواطئ كوبا أي قوارب منذ يوم أمس. أعلن وزير الإعلام في جمهورية إشكيريا الشيشان سابقا مولادي أودوغوف أن المعارضة قامت الليلة الماضية بنسف برج محطة التلفزة في غرورني العاصمة، إلا أن الفنيين بدأوا عمليات الإصلاح وينتظر أن تستأنف البث مساء اليوم. اعتقلت الشرطة الفرنسية اثنين من ابرز اعضاء منظمة ايتا الانفصالية في اقليم الباسك شمال اسبانيا في جنوب غربي فرنسا. ذكرت الانباء الواردة من مروفيا اليوم بوقوع اشتباكات ومعارك عنيفة بالقرب من مقر الحكومة المؤقتة في ليبيريا. الخبر الاخير في هذا الموجز، اغلقت قوات الامن في جنوب افريقيا عددا من الطرق في جنوب غرب جوهانسبرغ اثر تظاهرات قام بها مواطنو عدد من المستوطنات اليوم احتجاجا على الارتفاع المتزايد في اسعار الخدمات. من الأخبار المحلية، أكد الرفيق عبد الغني عبد الغفور السكرتير العام للجبهة الوطنية والقومية التقدمية أن صمود الشعب العراقي المفتدعي والاقتدار والتفافه حول القيادة الفذة للسيد الرئيس المناضل صدام حسين أفشل مخططات ونيات الأعداء الشريرة الرامية إلى النيل من مسيرة التقدم والنهوض التي يشهدها العراق في المجالات كافة. شهد خلال لقائه وفد الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي برئاسة السيد أليكسي فاليوفيج تروفانوف نائب رئيس الحزب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي الدوما بمواقف الحزب التضامنية مع العراق في مواجهة العدوان والحصار الجائر. وحيا السيد أليكسي فاليوفيج تروفانوف نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي صمود العراق وشعبه في مواجهة العدوان والحصار وما حققه من إنجازات رائعة في حملة إعادة الإعمار والبناء الجديد، مشيرا إلى أن العراق بقيادة السيد الرئيس القائد صدام حسين أصبح نموذجا لشعوب العالم وتطلعها لبناء المستقبل المشرق. وجرى خلال لقاء بحث